ننتقل بالحديث لأخبار الألعاب الجماعية. ومنتخب مصر لكرة اليد بيخسر من فرنسا بنتيجة 31-30 في مباراة ودية أقيمت النهاردة على صالة نادي باريس سان جيرمان ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبيكس طوكيو. منتخب مصر لكرة اليد قدم أداء مميز جدا باين من النتيجة، عمل مباراة كبيرة قدام فريق كبير، أنهى الشوط الأول بالتعادل 16-16، وفي الشوط الثاني كان التفوق لمنتخب مصر لكرة اليد لحد نهاية اللقاء بالتعادل 30-30. و يعني حكم اللقاء احتسب خطأ على إبراهيم المصري وعلي زين لعيبة منتخبنا علشان يتم احتساب رمية جزاء بعد نهاية اللقاء علشان تنتهي المباراة بفوز صعب لمنتخب فرنسا بنتيجة 31-30. منتخبنا خاض حتى الآن 3 ماتشات ودية، فاز على كرواتيا وخسر من أسبانيا في المعسكر اللي أقيم في أسبانيا، وبعدها المنتخب توجه لفرنسا خاض مباراة النهاردة اللي خسرها، وبعد كده مرحلة قادمة معسكر في ألمانيا هيشهد مواجهتين أمام البرازيل وألمانيا يومين 19 يوليو الجاري قبل السفر لطوكيو. إن شاء الله منتخبنا يكون بيستفيد من الماتشات الودية اللي بياخدها خلال الفترة الحالية، ماتشات فنيا هي قوية ودسمة جدا بإذن الله نكون بنروح لطوكيو وإحنا فايقين بشكل كبير. خلونا نروح نشوف لقاءات تم إجراءها أثناء لقاء منتخب مصر ومنتخب فرنسا لكرة اليد ونعود مرة تانية. هو النهارده الماتش الشوط الاول ماشي كويس جدا، كنا ماشيين راكبين الماتش في الشوط الاول، للاسف الماتش الشوط الاول خلاص تعادل، وباذن الله الشوط الثاني نشد شويه ونطلع كسبانين الماتش، هيفرق معانا نفسيا كتير جدا لما نكسب فرقه زي فرنسا في فرنسا، وباذن الله نسافر المانيا نلعب الثلاث ماتشات ونسافر طوكيو نبقى جاهزين وباذن الله نرجع بالميداليه. ماتش النهارده بيعتبر من مباراه قويه جدا اعدادا لاولمبياد طوكيو، وان المنتخب المصري لسه جاي من اسبانيا وبعد كده طالع المانيا، فهو بيعمل اعداد قوي جدا، وده يعتبر اختبار حقيقي لاولمبياد طوكيو، ودي يعني تعتبر اعداد قوي جدا، وبنتمنى التوفيق لفرنسا ومصر في المباراه الجميله ديت، وان شاء الله المنتخب المصري يحقق نتائج مشرفه في اولمبياد طوكيو، وده كل اللي احنا بنتمناه باذن الله. بعد الاعداد القوي دوت ان شاء الله المنتخب المصري يكون عند حسن ظن جماهيره وحبايبه كلهم يعني.